العروض القوية والمجنونة على الإلكترونيات وعلى الكهربائيات، واحد الاستوكات في عجمان، أسعار جدا قوية. أرجوك خليك متابع موقعنا بالضبط مقابل السوق الصيني. هذا مو السوق الصيني، بوابة رقم 2، وهذا واحد الاستوكات، والأسعار جدا قوية ابتداء من 12 لغاية 19، وفي شغلات حتى نفاذ الكمية، وجميع اللي بتشوفه شامل الضريبة وضمان سنة. نوح شي يقول لك؟ ايه الحق واستغل الفرصة. مستحيل؟ نعم مستحيل. 199 درهم والأرخص على مستوى السوق فقط في واحد الاستوكات في عجمان. تلفزيون 32 بوصة ماركة HD TV. ركز وياي الغالي، هذا تستخدمه للكاميرات، للبلاي ستيشن، لغيره، لتالي، براحتك. تخيل 32 بوصة وكميات موجودة، أرجوك الحق لغاية أسبوع أو حتى نفاذ الكمية. تخيل السعر كم؟ السعر صدمة فقط 199 درهم، وأرجوك الحق. العرض الثاني، تخيل تخيل تخيل، شوف هذا التلفزيون 32 بوصة كذلك. تخيل هذا سمارت، تقدر تشغل فيه البرامج، يوتيوب، شاهد، نتفليكس وغيره، كل البرامج موجودة فيه HD. تخيل، وهذا الرسيفر منه وفيه. أرجوك الحق، السعر كم فقط؟ 299 درهم. الأسعار القوية في واحد الاستوكات مقابل السوق الصيني، بوابة رقم 2، أرجوك الحق على الكميات، لكن خلك موجود تاريخ 12 عشان تلحق وتكون أنت الشاري بالأول، لأن السعر مجنون. تخيل وياي، يبنى لك تلفزيون 4K سمارت 50 بوصة، يشغل لك جميع البرامج، نتفليكس، يوتيوب، شاهد وغيره، الإصدار الجديد 2022، والجميل ركز وياي، هذا أندرويد 11، والأجمل بدون فريم، ركز وياي الغالي، والجميل عندنا رمودين ماوس وكيبورد. تخيل السعر كم؟ السعر مجنون، 50 بوصة فقط 799 درهم. تعال وياي شوف هذا العرض المجنون، نفس المميزات لكن هذا اللي تشوفه 58 بوصة، ركز وياي الغالي، وكل اللي تشتري من عندنا ضمان سنة. تخيل 58 بوصة، السعر كم؟ 1111 درهم. واحد الاستوكات فرع عجمان مقابل السوق الصيني، بوابة رقم 2، يبنى لك عرض على القوي، عفرة وضمان سنة. ركز وياي، هاي الماكينة اللي تشوفها صناعة تركية، تخيل 2800 واط، 25 لتر، مميزاتها جدا قوية. أول شيء مكينتين، عندها مكينتين، تخيل وياي، وتشفط لك الغبار وجدا قوية، وتشفط الماء. شوف الزين التجربة، شوف القوة، شوف القوة، شوف القوة، شوف القوة، شوف القوة، شوف القوة بعينك الغالي، شوف القوة ما شاء الله. وكذلك ركز وياي، تسحب الماء، شوف بعينك، شوف بعينك، شوف بعينك الغالي، تخيل، شوف الغالي، خلص الماي، نعم خلص الماي، تخيل الماي خلص، لكن عن تنفذ الكمية. تخيل وتطوي هذه بكيفك، شوف ما شاء الله، ما يصير لأبدا شيء، يعني جدا قوية، جدا قوية. تخيل السعر كم فقط؟ 199 درهم. واحد الاستوكات في عجمان، هنا سأسكت قليلا لهذا الملك. تبغي تسوي سلاش؟ أدري، تعال وياي وضمان سنة. شوف ما شاء الله، يبنى لك هذه الماكينة الجميلة الفنانة، شوف هذا الثلج، حطه طول بعمره فوق، شوف ما شاء الله، واضغطه هنا، سوي لك سلاش، حط يا الغالي الثلج، حط الثلج ها قدام عينك، اضغط، تخيل، ها، سوي لك سلاش، شوف وياي الغالي، شوف وياي الغالي، صار لك شو؟ سلاش، وحط العصير اللي يناسبك لك ولعيالك. السعر كم؟ السعر مجنون فقط على 75 درهم. وشربنا الديو وذوبناه في المعدة، حاليا بنذوب الغرشة في هذا الخلاط القوي الجامد المستحيل. تخيل وياي، شوف وياي التجربة، من قوته أراويكم إنه يكسر الزجاج، من قوته ما شاء الله، شوف تبارك الرحمن. بنسكر وبنشغل، شوف الزيت، شوف الزيت، شوف الزيت، تبارك الرحمن، قوة فعلية، قوة فعلية جدا. شوفوا ياي، هذا مستحيل ما تشتريه. تبغي تسوي عصاير غيره؟ أقوى خلاط، شوف داخل، شوف داخل، شوف داخل، خليناه ماي،
الزجاج صار ماي. تخيل السعر كم فقط؟ على 99 درهم. تبغي تقند الراس؟ نعم قند الراس. السعر لا مستحيل مع واحد الاستوكات. تخيل وياي ماكينة الاسبريسو وضمان سنة، مدفع البخار موجود، وهذه عندك يا الغالي موجودة للقهوة، ماكينة سعرها كم؟ سعرها مجنون فقط على 199 درهم مع واحد الاستوكات. لا تحاتي ولا تفكر، لأن أفضل الأسعار لغاية 9/10 أو حتى نفاذ الكمية. موقعنا في عجمان، الثلاجة الكل يدور عليها للسيارة، وهذه اللي تشوفها يا الغالي براند، شوف البراند AEG. ركز وياي يا الغالي، هذه تبرد، ويقول لك إذا ما تبردت لك في السيارة ما خلت البارد بارد، تعال رجعها. شوفوا وياي، تقدر تحطها حار وتقدر تحطها بارد يا الغالي، كيفك واللي يناسبك. شوفوا وياي من الداخل، شالة ما شاء الله داخل 8 قطع، وهنا شالة قطعتين يا الغالي، تخيل. وعندنا هذه موجودة توصلها على طول للسيارة. ثلاجة يا الغالي السعر كم؟ بلاش فقط 149 درهم. ماكينة حلاقة، هذه اللي تشوفها تشتغل بالشارج، براند كيما، ركز وياي البراند اسمه كيما، وضمان سنة. تخيل السعر كم؟ السعر بلاش فقط على 19 درهم و99 فلس. الحق على الكمية قبل لا تنفد. يبنى لك الراديو صناعة ألمانية وضمان سنة. تخيل وياي هذا اللي تشوفه راديو ومنبه، ويركب لك CD وشاحن موبايل USB وAUX والخرابيط وكل شيء اللي تباه موجود عندنا ما شاء الله. تخيل السعر كم؟ السعر مجنون فقط على 29 درهم. القلاية بدون زيت، شوف الحجم، هذا الحجم اللي تشوفه 7 لتر 2000 واط، صناعة ألمانية. تبغي تحافظ على صحتك وعليها ضمان سنة. عندنا اللونين الأسود والأبيض، تخيل السعر كم؟ 285 درهم. دخلنا على المفرمة، دخلنا على التصفية، ركز وياي وشوف يا الغالي، لا تزعل إذا نفذت الكمية، لأن هاي القطعة المعروضة موجودة، إذا خلصت لا تزعل أرجوك، من البداية إلين النهاية. تخيل هذه نيكاي، في من الثلاجات للعلم للمصداقية، في منها جديد بدون أي طعجة، وفي منها طعجات جدا تافهة بسيطة جدا جدا. تخيل هذه فريزر وثلاجة، شوف يا الغالي فريزر وثلاجة ماركة نيكاي وضمان سنة. شوف السعر 699 درهم. هذه كذلك فريزر وثلاجة وضمان سنة، تخيل هاي ما فيها شيء ما شاء الله. تخيل سعر كم؟ 449 درهم بلاش. عندك هذه تخيل كذلك فريزر وثلاجة، شوف ما شاء الله وضمان سنة، سعر كم؟ 599 درهم. شوف الأفران، شوف هذا الفرن 149 درهم. هاللي تشوفه كله 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 المعروض هذا الموجود. شوف هذا 135 درهم، شوف هذا 175 درهم، وضمان سنة. شوف هذا 120 درهم فقط. هذه الكمية إذا خلصت أرجوك أنا مش مسؤول. شوف هذه الحمرة موجودة، عندك هذه نيكاي، عندك هذه، شوف الحجم الكبير، شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا اللي فيها بس طعجات بسيطة، أشياء بسيطة. السعر كم؟ 725. شوف هذه ما شاء الله، هذه جديدة لك، ما يبين فيها شيء، وضمان سنة. نيكاي الغالي تخيل 899، وكلهن اللي تشوفن مطابقات مواصفات الإمارات. شوف هذه الكبيرة 899، هذه صولد، يعني هذه انتهت، وباكر لو ما لحق بتحصل صولد 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 صولد. أرجوك الحق، تعال قرب وياي. تشوف هاي الضخمة في السوق يبيعونها 4000 درهم، وفيها شيء بسيط، تخيل طاجتين صغار، طاجتين صغار يا الغالي. تخيل شوف ما شاء الله، شوف من الداخل، وعليها ضمان سنة. شوف الضخمة تبارك الرحمن. اللي تشوف هذه يا الغالي تخيل سامسونج، ماركة سامسونج، شوف السعر كم؟ 2850 درهم. بأمانة بلاش، وخليك متابع. واحد الاستوكات في عجمان، نفس القطع المعروضة موجودة، غيره ما في تصفية. ثلاجاتها اللي تشوفها كلها الجي 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 سوبر جينر وغيره، تصفيات قوية، أرجوك الحق. وللأمانة فيها طعجات بسيطة لكن عليها ضمان سنة. هذه كذلك نفس القطعة المعروضة موجودة، شوف هذه شوف هذه شوف هذه، شوف الروعة 1666، شوف هذه 1500 وشيء، شوف هذه 650، شوف الأفران هذه 999. قسم الغسالات ركز وياي، المعروض فقط هذا الموجود، ما عندنا غيره، أرجوك الحق. مثال شوف هذه
الجي، شوفوا ياي الجي 7 كيلو 999، شوف هذه باناسونيك 777 7 كيلو، شوف هذه سامسونج الغالي 7 كيلو 999 وضمان سنة 999. عندك هذه ما شاء الله تخيل فيستل، تخيل سعرها كم 666. كل هذه اللي تشوفها موجودة المعروضة فقط، غيره ما في. وش يقول لك؟ أرجوك خليك متابع، أصعد الطابق الثاني، قرب 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 قرب، شوف المفاجآت. الصوت جدا قوي جدا قوي، والسعر بلاش. تخيل هذه اللي تشوفها بلوتوث تقدر تشغلها، غيره واير ما شاء الله ممتازة جدا. السعر كم يا جماعة؟ السعر بلاش فقط على 20 درهم. لازم تصعد الطابق الثاني لأن في مفاجآت جدا قوية، استشوار للنساء تخيلوا، وضمان سنة. ضمان سنة السعر كم؟ 19.99. عندنا هذا كذلك للحفلات وغيره، السعر كم؟ بلاش 29 درهم. عندنا هذا، هذا السعر بلاش، تخيل ستل ستيل، كل هذا الطقم مع المقص والسكاكين وغيره، تخيل طقمين طقمين يعني تاخذهم على دفعتين. كل هذه، كل هذه الكمية موجودة في هذا البوكس، السعر كم؟ 49 درهم و99 فلس. كذلك جبنا لك هاي السكاكين 5 قطع، شوفوا 5 قطع ما شاء الله مع القاعدة، السعر كم؟ على 49 درهم. كذلك يبنى لك هذا الجلاس دبل، تحط ايدك ما تحرق ايدك، دبل شوف الشكل، السعر كم؟ على 5 دراهم. يبنى لك كذلك قطاعة الخضرة، شوفوا ما شاء الله تخيلوا السعر كم؟ بلات فقط على 29 درهم. صناعة ألمانية هذه، تبغي تسوي رفرش، هذه طلع لك رذاذ رذاذ، تحط الماي من هنا طال عمرك وتشتغل المروحة ويطلع لك الهواء مع الرذاذ الماي، ممتازة جدا حق القعدات الخارجية وغيرها. فيها 3 ألوان، ألماني وضمان سنة، والسعر بلاش فقط على 75 درهم. والجميل تخيل تقدر تبطل هذه، تبطلها وتحطها في المكتب، وكذلك رذاذ في الماي. تبغي الصوت النقي؟ تعال خذك الزين. تخيل وياي عندنا السبيكر 2، هذه تحطها في البيت، تخيل عندك السي دي، وعندك ما شاء الله مميزات جدا جميلة، تخيل وياي الغالي جدا مميزات جميلة. تخيل السعر كم؟ بلاش وضمان سنة فقط على 75 درهم. وكل اللي تباه موجود عندنا الغالي، تبغي للمساج موجود عندنا وضمان سنة، السعر كم؟ 88 درهم. هذه المطلوبة والسعر المستحيل، تحطها بالأرض وتنظف لك البيت، تشبكها بالابليكيشن ومعروفة، هذه برا سعرها جدا غالي، هني عندهم السعر كم؟ فقط على 350 درهم. اصعد الطابق الثاني، هذا البوكس لازم تشتريه، تخيل 26 قطعة. تبغي تزين السفرة مالك بالكامل، خذ هذا البوكس يا الغالي، شوف ما شاء الله تخيل، شوف تبغي تزين السفرة بالكامل مرة، عندنا المفرش، عندنا الصحون غيره تالي، هذه بالكامل موجودة، مال السكاكين، عندك هاي الطويلة، عندك يمين ويسار، كلها موجودة، 26 قطعة على 99 درهم، عندك هذه 18 قطعة، شوف الجمال، هذه تحطها للسكاكين، للعلم هذه برا يبيعونها غالي، هني بلاش، هذه 18 قطعة، المفرش وغيره والمعدات بالكامل، السعر كم؟ 69 درهم، هذه لازم تشتريها، تخيل، 2.5 متر، 2.25 متر بمتر ونص. هاي اللي تشوفها تركية يا الغالي، تركية. اصعد الطابق الثاني، تعالوا شوف اللي عندهم مسجلات غيره تالي مال مساج وغيره، بتستفيد. تعالوا وياي قرب قبل لا اراويك هذا الشيء الحلو، عندنا مال الحجامه، شوف هاي المعدات بالكامل، صغير وكبير وغيره، وهذا المسدس موجود كذلك، بوكس بالكامل 9 درهم و99 فلس. هذا تحتاجه، هذا تحتاجه، وانا اشتريت واحد، شوف الجمال، تحط هذا في المطبخ وتقعد انت تبغي كوفي تبغي غيره، هذا جرس الخدامه العامله، شوف تضغط وعلى طول طال عمرك تيك العامله، شوفوا وياي السعر كم؟ بلاش فقط 9 درهم و99 فلس، ويشتغل في البطاريه و100 متر يوصل. كذلك شوفوا وياي عندنا هذا الكتل، شوف ما شاء الله شكله، شكله روعه وجميل جدا وضمان سنه، والارخص في السوق، السعر كم؟ على 75 درهم. كذلك شوف السكاكين هاي، انا قاعد اصور لك الشغلات الحلوه، تخيل 12 قطعه على 25 درهم. تعال وتخيل تبغي هذا بالكامل، شوف ما شاء الله على 15. عندهم شغلات، شوف السماعات، عندهم اشياء جدا جميله. تبغي التوفير؟ تعال واحد الاستوكات في عمان مقابل السوق الصيني، بوابه رقم 2. وش يقول لك؟ ارجوك
الحق واستغل الفرصة.